هذاك اللي كيدير الرقص مراكشي شوفوا انا شعري عامين باش قطعته ديغرادي على طولته بقى هكا تخيلوا ما حبسش ما زادش طوال حبس تما حيت الشعر بالخصوص كيكون البنات زايده عليهم بزاف صراحه ما نكذبش عليكم بقى فيا ما كنتش غاديروا البال ولكن هاد الايام التالية عاد ولات كنحس ملي كنلقى شعري هكا قصير نورمالمون هاد الزغبه راه خصها تكون هابطه علاش لان عامين ماشي سهله الشعر كيكون طويل ويا 3 شهور كتزيد واحد السنتيم ونص الشعر ولا جوج سنتيم شعري كيف ما هو شعري اصلا نورمالمون خصو يكون طويل اكثر من هكا دابا واخا قطعناه تقطعي هدينا بالمقص ولات نصيره قطعات ولي واحد شويه ديك راه على طول توصل لا ولكن انت عارفه عندكي سمعه الناس على يدك يعني شوف انت فاش غاتي شنو شعري يعني واخا قطعته ما طوالش هادي عامين دابا ما تحركش من بلاصتو قلت لها انا نقيسو لك بالمقص نضرب لك هي ضربات خفافين واخا ما بغاتش هي تضيع الطول ديال الشعر ديالها بحال هي هدينا بالمقص حيدنا هي ديك 2 سنتيم وصافي شي اللي كاين الحمد لله اللي قطعتها الشعر كيطول الحمد لله هادشي اللي كاين انا غنشوف الصويبه ديال الكيراتين عجبات ولكن الصويبه ديال الكيراتين كتحمق صراحه ما شاء الله عليهم عاد دخلت بخطوه جديد غزال داك البرودوي غزال دغيا كيهبط لك الشعر ولي زوين انا بعدا شي حاجه وحده انا كيعجبني الصيف المهم متتبعين ديال يوسف هاد العام غير عجبك الصيف بزاف هاد العام تصوي فاس قبيله سمت لبنى على الجنب بس قلت له واش وليفتي بيه واش عجبك قالت لي المهم بدل بزاف يعني بزاف حاجات اللي مبدلين على الحسيمه ولكن فاس يعني دغيا تا فاس ولا دغيا كان دغيا ولفات بيه
بعدا مرحبا بك وتشرفت بالمعرفه ديالك يسرى الدردر ها انت تشرفت بالمعرفه ديالك وانسانه ظريفه الله يعمرها دار انا اول مره كنشوفها هكا مباشره الله يعمرها دار كيقول لك سيماهم على وجوههم ربي يخليك ونعم المراه والله العظيم ونعم المراه مرحبا مرحبا دابا لبنى مولفه مولفه لنا الحسيمه ديما برده ديما البحر نو 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 حبيبه ديالي راه ما كاينش هاد الشيء هنا الصحراء الصحراء المغربيه النصيرة غتهلا فيها بالبحر صافي اجيو الصالون ديال النصيرة بالنسبه للناس اللي في النرجس ولا يعني صالون شعبي هذه اول حاجه ولكن في نفس الوقت كتحسي بالراحه ماشي في اي صالون كتحسي انا بعدا ما عنديش مع داك البروتوكولات بزاف وداك الشيء كيعجبني يكون صالون عادي صافي وتبارك الله ناصرة غزالة ويديها زوينة دغيا كتسربي انا واختي تخيلوا اختي راه شعرها قوي وانا عاوتاني شعري كنقول لكم شعري طويل زعما طويل قوي ولكن هكاك راه فيه الخدمه وي فيه الخدمه ودغيا سالت لنا صراحه Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's what I don't know. كدوزتو صباحكم انا اليوم فقت لقيت لبنى تبارك الله من جدها توطان ديال التمرين شوفوا غزال ما شاء الله يعطيك الصحة شكرا باش بينا كل المتتبعين مرحبا بكم شكرا لبنى انا شوف انا خد غير هاد الصغيرة باركة كدير الريجي في الحاجه اللي فاطمه الزهراء شنو تاخذها فاطمه الزهراء كنخدم كبيره كاع شي حاجه اللي مخصها صحتك تستاهل كل خير ولكن هذا راه قالت لي كدير الريجي زعما هي حسبتها من العجائن زعما هكا واه من العجائن بحال هكا جينا فكرتوني في المسمن عرفتي ثلاجه كبيره بالمسمن من العيد وما كليناهاش وياه ما عندوش لا ما عندوش مع عندك البهله بسم الله ما شافوهاش البهله ياه ما سولناش وريها لهم الزهراء صبر 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 لا هو اليوم عندي الزهراء ضحكات ولا اسيا بنتي عجبتني هادي البهله درناها في العيد هادي البهله درتها في العيد وان شاء الله شي نهار غادي نصوبها معكم هادي وباقي وسبحان الله خرجت لنا بزاف كيلو الطحين خرجت لنا بزاف شوفوا البنات مسكينه لبنى هي داك الحرق الفرانه مسكينه عرفتي بقات في هاد الحرقه هذه يسرى مسكينه عنقتني وبكات شوفوا البهله شفتوا كتفتت بوحدها ها شي نهار نشاركها معكم واكتشفت واحد الحاجه كتبع والسي محمد دبرها لي زعما الله يعطيك حتى نتوما البنات دبروا سيني خاصه بالبهله كتساعدها انها تشقاق وانها ها ملي كتحطها هكا ملي كتكون في الفران كتهبط من هنا ومن هنا باش كتخليها تشقق هذه خرجت عاد جديده خاصه بالبهله دبروا عليها شحال كيدير السي محمد 25 درهم خديت هذه هذه راه رائعه رائعه في نجاح البهله هذا التشقاق ديال البهله هذه هي السر عندنا شرينا جوج الله يكثر خيره تحياتي لحليمه اللي وصاها السي محمد وشراتها لنا ويوسف ياك ديك الفكره حليمه هي مولات الفكره هي اللي خبرتنا بها لا السي محمد لا انا سميت لها قلت لها راه خرجت واحد السينيه انا اللي سميت لها قلت لها خرج واحد السينيه ديال البهله قالت لي راني عارفه وباغيه نشريها قلت لها انا غادي نشوف السي محمد يدبرها لي ديك الساعه ملي مشيتي انت قلبتي ما لقيتيش قلت لها راه ما لقاهاش دبري تما ديك الساعه باش مشى يوسف ودبروها لنا الله يجازيهم بخير وكنصحكم بها شريوها واخا تشريو غير وحده عرفتوا علاش صغارين السر انهم صغارين حيت البهله ملي كتدخل الفران الا درتيها في سينيه كبيره هذوك البهلات اللي مع الجناب ما كيتشقوش
بحال اللي كتبرد الحراره عليهم. داكشي علاش اخترعوها صغيره، حيت هذه هي لابارتي اللي كتقيسها الحراره. سبحان الله، شوفي الذكاء. المهم ان شاء الله شي ملي تسالى هذه ندير معكم الوصفه تاع البهله ان شاء الله. هادشي اللي كاين. يلا بغيت نظهر على البشات فطريك هاتي بالسيبه صوبات على اللهيبه. البنات تكون بحال انا من عشاق البرد وداك الشيء، وخصوصا اتاي يكون بشيبه كيسخن العظيمه تاع التراب. يلا خويا العظيمه خويا. يلا صرفت وحشت البرد. خليك خويا الشيمات خويا. خويا العظيمه بابا كيموت على اتاي. جديده سيدي مع هاد الكيسان كبار. الله الله، هاد الكيسان انا كنت في المدينه تقريبا راهم نقرضوا ولقيتهم. صافي فاش لقيتهم شريتهم. ما شحال هادو حنا عايشين مع بعضياتنا باقي ما كتعرفينيش. عاش مسلع عاش امين لا غير الفا هيا اجتماع بيا حتى زدتني في القلب شوقا. الوصفه ديال المغرب غتلقاوها في قناه اسره مغربيه، غتلقاوني في بدايه الفيديو دايخه سده حيت انا فقت من النعاس، ولكن في الاخر الفيديو الحمد لله رجعت للامور المجريه. رجعت لسابق عهدها. دابا ربنا ما كتشربش اتاي ولا ديما سبحان الله كتكبلها كتفكري فيا. حيت بالنسبه لينا غريبة كتجينا غريبة واحد ما كيشربش اتاي. كتجينا غريبة راه اتاي هو سبحان الله سبحان الله اتاي هو اللي كيفتح لي الماء. انا ما نفطرش من غير اتاي. ما يمكنش البلية ديالي انا هي اتاي. وشتي الا شميت غير ريحته في الدار كنفرح. تخيلي الريحة ديالو اتاي كتخليني نكون فرحانة. بزاف. الله يقوي الخير. الله يخلينا ونخليكم على خير. الله يحفظنا هاد المرا والجيران سيدي ربي ويشافيها. وشافيها سيدي ربي اللهم امين يا رب العالمين. انا مريضه مريضه. الله يشافيك الله يشافيك الله يشافيك. مريضه انا مريضه حتى مرض ما هو بيا. وراني مريضه وراني مريضه وراني مريضه وراني مريضه انا مريضه وحتى مرض ما بيا انا مريضه وحتى مرض ما بيا. صافي دابا غنطلع لبيتي نخملو شويه داك القطه. بنتي بنتي دخلت القطه في بيتي راه خليني مزيان خليني مزيان. ما تخليني مزيان. كنا مرتبين واش كاين شي اللي كوش ديال القطوط. لا خصني نشدو لها التراب ضروري. ياك خصني نشدو لها التراب. بحال دابا مازال ما شدتلهاش التراب فين ما لقاتش. حتى هي مسكينه باقيه صغيره مازال ما عارفاش التربيس مازال خصها شويه ديال العصا. لا هي ماشي بلاصه. شويه السنداله. هز السنداله. ماشي بحال البشر. بحال البشر ما كانش العصا. جوعتينا ملي تشري. شنو وعدتنا ملي تشري القطة؟ شنو؟ عرفناها بها أنا. دابا هما كانوا محرمينها عليا في الأول، قال لك لا تشريها غدير هادي ودير هادي. قلت لهم لا أنا شخصيا ما عنديش مع القطط سبحان الله العظيم، ما عنديش ديك الهواية. ياك أسيدي فاش مشات لأخرى كنت شوية تبكي عليها. بابا أنا نقول لكم علاش بابا ما عندوش مع القطط، حيت هو ولا بحالي ولا ولا شي حاجة صعيب باش يفرقها. شي انا بابا والله الا كنحس براسي بحال كنحس. وانا والله الا خيتي ما درتوش عليها قدي وحق الله. كيفي؟ لا حتى فاطمة زهرة. واخا تعفسي. تعفسي. انا درت كلشي وجالس في الباب كنقول يا ربي تبان يا ربي تجي. عرفتي ولفت بها وكل شيء. انا ولدت المشاعر زعما بحال بحال. مشاعر صادقة. مشاعر. وكتجينا صعيبة نفرقوا مثلا شي واحد ولا كتحمق كتحمقني هاد الأغنية. شوف ديما كنوصي يسرى كنقولها علاقتي أنا وباباك ما يقدر حتى واحد يفهمها. دابا حنا متناقرين دابا حنا كنضحكو دابا حنا كنغنيو دابا حنا نعاود لكم واحد الحاجة اللي كتوقع لي وقلتها قلتها لبنى البارح. تخيلي مثلا ملي كيكونوا كيتغاوتوا ولا شي حاجة راه ضروري اللي كوبل ضروري ما يكونوا كيتغاوتوا ولبنى تبدات تبكي وبابا كيبدا كيهدن فيها وانا كنبدا نبكي مع لبنى وكنكون روينه فاش كيدوز داك الشيء انا كنبقى مأزمة. شحال كيتوقي شحال؟ انا كنبقى مأزمة من الداخل كدوز غير واحد الساعة المدرسة بحال هكا كنلقى سيدنا كيضحكوا. ايوا انا كنبقى مأثر فيا داك الشيء.
قلبنا بحال هكا قلبنا بحال هكا بحال هكا ابيض دابا صافي لقيتوني كنفكر في هذه دابا مول الحانوت ملي كاين الكريدي كيستغل هذا كيقيد فيها الكريدي عبد السلام واحد السيد كانت واحد السيده كان عندها واحد الحانوت ديال المواد الغذائيه وخلص راجلها بقى بلا شي ايامات على ما يخدم المهم قبلها لها واحد نقولوا واحد الفتره واحد شهرين ولا ثلاث شهور عيطوا له للشركه ديالو باش يرجع يخدم رجع يخدم منين دخلت هي باش تقابل المحل لقات هاد ديال الفرماج هكا لقات مقيد مول الفستار مادية كنشالو واش يسقس قلب على مول الفستار مادية لا مول الفستار مادية بقى بلا كسها دايما هذاك اللي كيدير فرماج مراكشي الله يخليك دائما ضحكة امين وموش تبيعين كذلك ما نسوهمش صافي حمضين والله عندي من جاتني يستيري هذا الضحك كنت صافي ماما 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 ديال الكواليس اللي كنا جايين من مراكش هذاك الفيديو خطير دائما كتجي داك اللي هيستيريا ديال الضحك بابا عندنا قصه فيها بخصوص في الليل كنت في الليل كنت نضحك 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 هو الحمد لله هذا نعمه من عند الله حتى اذا ضحك ولا هذا راه سبحان الله احسن حاجه والله نعمه من عند الله يلا غادي نطلع نعاود شعري بالبلاك ها انتما معنا ها ماشي خاصنا غادي نمشي نخمم بيتي سيتي لا ميك على الثانيه علاش نعرف لا نديرهم بجوج غتشدو معايا راه البارح حقيتها دايره كلشي غادي نمشي ندير الكوفر اللي ديالي المصبانه حيت محيد وسخاتو لي غندي كلشي اللي تصبر محيت وسخات لي كلشي باش تبقى